اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وفيه وسلم. هنكمل معاكم الجزء الثاني من الشقة. احنا كده هنطلع من الأوضة دي. الأول في الأوضة دي ماستر فيها حمام، ده الحمام التاني اللي في الشقة. الحمام لونه رمادي في أبيض. ده المنظر الأوضة كلها، هنطلع منها اهو. دي الأوضة الثالثة، الحوائط هنا بادي موف، شاشة ال سي دي برضو. شركة الديكور مش عاملة مكاتب للشاشات ال سي دي تقريبا عشان المساحة. كرات الجبسن بورد تحفة، حلوة قوي. الحمام الكبير رمادي. طبعا الأبواب الأوض والحمامات كلها خشب لون البني. دي الغرفة الرابعة، ما شاء الله مساحة الأوضة دي برضو كبيرة. نخرج من الأوضة ده الفيو من فوق، منظر على الممشى في بورسعيد. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك لأصحابهم. كده خلصنا.